عاش اتحاد إماراتنا. وبهذه المناسبة يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف من دبي الدكتورة موز غباش، أستاذة علم الاجتماع ورئيسة رواق عوش بن تحسين الثقافي. دكتورة موزة، نبارك لكم ولنا هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا. التفاعل بين القيادة والشعب منهج وأسلوب متقدم لممارسة الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وضع المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أساسا راسخا للعلاقة بين الحاكم وشعبه. لو تحدثينا أكثر حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لكم من إخوتنا الغالين جدا على قلوبنا من البحرين. نحن في حالة فرح في هذين اليومين، ذكرى العيد الوطني 49. الحمد لله الذي من علينا وطنا آمنا ومطمئنا ومستقرا. روح الاتحاد ما زالت تهيمن على أرواحنا نحن جميعا. هذه الروح المتآلفة والمتعانقة بين قيادتنا الرشيدة وبين شعب الإمارات هي التي تعطينا هذه القوة لنستمر في مشروعنا الاتحادي والوحدوي العربي. هذه الوحدة العربية التي لم تنجح إلا في دولة الإمارات والحمد لله، بين 7 إمارات كانت في زمان قديم متصالحة حول ساحل البحر، اليوم ليست فقط متصالحة وإنما هي موحدة تحت راية واحدة وعلما واحدا ونشيدا وطنيا واحدا وشعبا واحدا. الحمد لله، ما زرعه رحمة الله عليه وطيب الله ثراه والدنا الشيخ زايد مستمر حتى اليوم، ووالدنا الشيخ راشد بن سعيد مستمر حتى اليوم، وحكام الإمارات الأخرى 7 الأخرى. هذا العطاء الجميل للوحدة الإماراتية ما زالت مستمرة. هي ليست فقط مستمرة ولكنها استطاعت أن تضع لها نموذجا ونظاما سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يكاد يتخطى الزمن في سرعة نموه وتصدر معايير عالمية على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسياسي، أيضا معايير عالمية في التنافس العالمي في خلق بيئة إنسانية مستقرة تماما بين الحكومة وبين الشعب. نموذج التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة في دولة الإمارات أصبح اليوم يحتذى به، وتفكر أغلب دولنا العربية في اختصار الزمن كما اختصرنا نحن الزمن في اتخاذ هذا النموذج وسيلة لتطور مجتمعاتها. أيضا نقول أن اليوم العيد الوطني، لا يوجد بيت في الإمارات لا يحتفل بهذا العيد الوطني. ربما كاميرا التلفزيون البحريني تستطيع أن تصل إلى كل هذه المعالم في دولة الإمارات التي بفضل الله وعزته استطعنا أن نستمر 49 عاما، ونحن ومنذ عام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه يعلن لنا جميعا اطرحوا أفكاركم ومبادئكم للـ50 عام القادمة، كأن الإمارات جاهزة أيضا لمشروع تنموي جديد للـ50 عاما القادمة بإذن الله. نعم، من دبي الدكتورة موز غباش، أستاذة علم الاجتماع ورئيسة رواق عوش بن تحسين الثقافي، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.